متشرفه جدا بيك النهارده في كواليس النهارده في اول اختبارات في عرب ايدل. ارحب بيك في البدايه واقول لك انت نجم محبوب ومذيع جامد جدا في عرب ايدل. كلمني شويه النهارده عن اختبارات عرب ايدل. والله الاختبارات النهارده كانت كويسه جدا، يعني قبل ما انزل كل الناس بتاعت احمد جمال احمد فهمي ونزلت وقدي الناس كانت لطيفه جدا، والنهارده جه واحد من المشاركين اشترك السنه اللي فاتت هو محمد حسن، تمام، وغنى مع ناس وكلمناهم على النصايح اللي احنا بنديها لهم علشان يكملوا يعني في الاختبار بشكل كويس. تمام، طب ايه النهارده المسائل اللي بتحب توجهها لكل مشترك عرب ايدل؟ ان هم ما يخافوش من الحقيقه ويحاولوا يركزوا. هي بص يعني كل واحد بيخش يغني خمس دقائق، ركز فيهم كويس جدا ويديه من قلبه جدا علشان يوصل هو عايزه بالظبط. طب تيجي دي لاحمد فهمي بقى، رمضان فين والالبوم فين؟ بعد ما بدات مسلسل طريقي طبعا معانا وشيرين عبد الوهاب وباسل خياط، وبعد مسلسل انا وزينه اسمه جزار من الكرة، والاثنين اللي رحناهم رجعونا قدك المياس يا عمري يا غصين علباني كالوسط، خد بالك منك ده نصيبنا فراق مكتوب علينا، جنة اللي احنا ما جاش على بالنا حتى ثواني نفكر فيه. بتسأل ليه عليا وتقول وحشاك عينيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، لو فاكر ان اسيبك يبعد عينك لا ده قراري، ليه جيت عليا المره دي وجيت على حب السنين. يلا من اختبارات عرب ايدل سمعوني غنوا. ما بيسألش عليا ابدا ولا بتشوف عليا ابدا، يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته انه يهمني شويه ابدا، ما بيسالش ما بيسالش. مهجور ما عندك حدا وعتقت بوابك عالشتي وعصف النوى، امان عيني مهجور. حاسس بايه وانت داخل على لجنه التحكيم؟ انا حاسس بتعب شديد بس كان من الساعه 6 الصبح تحت الشمس، وبتمنى طبعا اني انجح ويوصل صوتي. من يوم من جنون مصر كل التوفيق ليك النهارده والنجاح ان شاء الله.